مرحبا بكم في هذا الفيديو، حيث سنتحدث عن موضوع مهم جدا لكل أستاذ جامعي، وهو التوسيع بين العمل والحياة الشخصية. مع تزايد المسؤوليات الأكاديمية يصبح من الضروري أن نحافظ على هذا التوازن لنتمكن من الأداء بأفضل صورة ممكنة في حياتنا المهنية والشخصية. أول خطوة لتحقيق التوازن هي تحديد الأولويات. يجب أن نعرف ما هو الأهم والأكثر إلحاحا في حياتنا اليومية. إن ترتيب المهام حسب الأولوية يساعدنا على التركيز على الأمور الأكثر أهمية وتجنب الضغوط الزائدة. إدارة الوقت بشكل فعال هو مفتاح النجاح في تحقيق التوازن. يمكننا استخدام جدول زمني يومي أو أسبوعي لنتمكن من تنظيم يومنا بشكل أفضل. من المهم تخصيص وقت لكل مهمة وتجنب التسويف. تخصيص وقت الراحة ليس ترفا بل ضرورة. بدون راحة لن نتمكن من الاستمرار في العمل بكفاءة. من المهم أن نخصص وقتا يوميا للقيام بأنشطة تساعدنا على الاسترخاء مثل المشي أو ممارسة الهوايات. عند شعورنا بالضغط الزائد يجب أن لا نتردد في طلب المساعدة من الزملاء أو تفويضهم ببعض المهام. التعاون والعمل الجماعي يمكن أن يساعدنا على تقليل العبء وتحقيق التوازن. من الضروري أن نفصل بين وقت العمل ووقت العائلة. هذا الفصل يساعدنا على تخصيص وقت نوعي للعائلة دون تدخل من العمل. وضع حدود واضحة بين الوقت المهني والشخصي يجعلنا أكثر قدرة على الاستمتاع بكل جانب من حياتنا. في النهاية، تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس مجرد رفاهية بل ضرورة لصحتنا النفسية والجسدية. جربوا هذه النصائح ولاحظوا الفرق في حياتكم اليومية. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.